مساء الخير، كيف حالكم؟ تسرب بالطبيعة. شو أقول لكم؟ مين معاي؟ أخوي محمد، تتذكروا صح؟ حاسة حالي بسويسرا. أحلى إشي ترافق مجانين هيك، ناس راسك زي راسك، وأخوي بيشبهني. طلعوا كلها طبيعة، جبال، خضرات، سهول، وديان، وجوامع. السلام عليكم عني. هاي المنطقة اللي وصلت عليها اسمها جيراسون، كوزالان، شلال سين، اسم الشلال. بتصف السيارة على جنب أو بالبارك، في بارك، وهذا المحل قدامك. فرجيكم اياه من جنب قدامك. هاي الشلال. سمعين صوت المي؟ تخيل عند البحر. بكرة صبح بفرجيك المنظر. 60 ليرة خيم، في حمامات، في كل اشي، وكراسي وطاولات ومطعم. تم والحمد لله. بالله عليكم شايفيننا؟ بالله عليكم، في احلى من هيك؟ اشي مجنون. جونايدن يا جماعة الخير، صباح الخير. هدوء. يا سلام، في أحلى من هيك؟ فطور. طلعنا على شلالات، منطقة اسمها هاشا شلالات. شفتوا الطريق مع جمالها؟ كلها تطلع طلوع، واحنا طالعين خفنا عن جد نغرز. ولقينا هون عيلة اخيرا تحكي مع الحجاج. عم بفطروا هون، بيشربوا شاي ومعجوقين فيه. طلعوا، اقعدوا اقعدوا، صبوا شاي. هسه افرجيكم. بنفعش نطلع بالسيارة لفوق، نطلع هسه هايكينج ماشي. منظر مخيف رهيب، بجنن. باك كيد كارديشم اسيل تركيش اورتمانم. Okay. Alkol asayım. Göstereceğim onlara ben. Yolu göstereceğim onlara. Gösterecek misin yolu? Evet, yolu göstereceğim, göndereceğim oraya onları. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik, sağ olun. Eş asayım. Akhanım, bir dur kontrayı. Adı bi'id anna meşi. Adı bi'id meşi, zali. Ne kadar uzak yürüyün? Yok yok, 10 dakika, 10 dakika. 10 dakika, 10 dakika. Hayır, rızkı, Allah'u akbar. هذا علاج الكورونا. شرفتكم. طلعوا طلعوا الحياة هاي. طلعوا عسل وزبدة وزيتون وجبنة. هذا العنب زاكي. ليه؟ أزم. أزم يا عنب، عنب. أزم ما بعرف. مش للدرجة يعني، ما بعرف. سيا أزم. سوبر. محمد شوف كيف باكل العنب. أنا أكلتها كلياتها. بحكي لي لا. بك. شوفي يعني. سك. تعمل هيك؟ سك. تعمل هيك؟ كله جوا؟ ايه كم بالبزه؟ اللي جوا كلها؟ ابد؟ ايوه ايوه كده يا وديه. مجبورين افرجيكم كيف معجوقين فينا. معجوقين فينا، تتخيلوش قد ايه؟ طلع الحج الله يطول عمرها، بتزيح الحجار وين بزيح الدبش عشان يقدر يرجع براحته. طول عمرك حجي، طول عمرك ربي. لنصف هنا ونطلع مشي. تشكر ل تشكر لريال جماعه الخير. شوفوا ما احسن من كثر ما هن مناح. خذي خطوة. يا الله على جمال هالبلاد، يا الله جمال تركيا، يا الله. بقولكم اطلعوا، اطلعوا من التقسيم، واطلعوا من فاتح، ورشوكم من المطاعم، اطلعوا استكشفوا محلات. والله العظيم اسطنبول مش بس اكل ولا اواعي. طلع كيف عايشين. قولوا لي بس، قولوا لي كيف في إمكانية الواحد يمرض وما يكونش هادي باله هون؟ قولوا لي بس. طلع ما رايحة غزة. إيجابيات الطيارة، بدل ما تروح حرام تستغل الوقت يعني بمحل ثاني. ما فيش شلال، مش كثير فيه هون. الله يطول عمرك يا حج. لقطت الجوز هي عن الشجرة. جوز جوز.
محمد يعمل لنا قهوة عربية من عندنا. طيب يا جماعة احنا هون انهينا مشوارنا عندي شلالات باشا. ايه والله تشكر لا رقيق والله من اولدهم. يلا قولي خلصنا الشلال الاول رح نروح الشلال الثاني. شرينا اشياء عشان نطبخ بس لازم ناخذ خبز. هذا الخبز المشهور اللي عندنا طلع عين ما اكبره. طيب احنا جبنا معانا صدر دجاج خيرت على الدكان جبنا على السوبر. شريت صدر دجاج معكرونه علبة بندورة معنا غاز طبعا شرينا غاز. صوت مي قوي لكم شلالات تونيا شلال أسد طبعا مي هيك لونها من التراب. صباح الخير يا جماعة الخير. احنا وين؟ كم ساعة سألنا البلد وصلنا لهون؟ بس ورثت ولا لا؟ وين احنا وصلنا؟ خلينا نشوف. شوفوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. لوحة فنية جنة على الأرض. اسمها أوزنغول. طلعوا الجبال والمرتفعات والبحيرة والرواء والهدوء. بنهارنا احنا هيك راح نغامر اليوم كمان بجيب نروح على مرتفعات بنروح على شلال هون قريب. احنا بنحب نستكشف اشياء مش بس كيف احنا بنشوف دائما هاي المنطقة كوباية الشاي شلال او بحيرة. شو الاشياء التقليدية يعني؟ لا نعمل اشياء هيك اشياء جديدة مميزة غريبة ما شفتوهاش. كثير سياحية يعني. سمعنا صوت مي. احنا بس بنستكشف. تعال نلحق رح نشوف المي من وين طالع هذا الصوت. شوف سبحانك يا ربي المي مأززة يا جماعة. شوف ما عنده. الحلو انه علم تركيا بحطوه بكل محل. قديش عند الانتماء لهاي البلد. هاي المنطقة اللي احنا فيها فوق كل شوي عندك مرجحة مش بس مرجحة واحدة الناس تستنى بالجو. هذا المحل وش بلده هاي كمان مرجحة هون انا بدي اتصور. البحيرة موقعها طلعوا كيف الجبال كلها شجر سنوبر. محيط البحيرة 7 كيلومتر ترتفع عن سطح البحر 1100 متر. طبعا معروفة أوزنغول بالشاي وبالزراعة سمك السلمون مشهور لأنه بيعيش بالمي الباردة والمي هون عذبة جدا ثلجة وكتير كتير كل مرجحة في عندها زلمة. طبعا لازم تدفعوا مصاري حق المرجحة حق القعدة على المرجحة بس بينفع انت تتصور بتليفونك بينفع هن يصوروك. فهاي القريه جميله جدا جدا هي محميه طبيعيه فيها كمان حيوانات بريه بينفع تخيم بينفع تتجول بينفع تعمل ايش بدك. يا جماعه الخير اطلعوا على الطبيعه اطلعوا استكشفوا محلات حبوا الحياه عيشوا اللحظه عيشوا هيك.
حبيبتي خالة يا عمر انت. طيب بدك تعرفي انا وين؟ انا محمد وين؟ يلا شوفي وين انا خالة، شوفي وين وين انا. خياني حبيبتي انت يا قلبي، كنت عارفه رح تزعلي، قلت لي تروحيش هناك. لانش تايم. شرفكم، في احلى من هيك محل تقعدوا تتغدوا فيه؟ طلع الغيوم كيف عم بتغطي شوي. معدل اخوي. النهار الربح بلكي لقالوا عروس ان شاء الله. طريق الرجعة من المرتفعات. رهيب، تطلع طلوع تتوقعش، مستحيل تلاقي بحيرة، اشي خيالي سبحان الله. صباح الخير يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، صرنا اليوم شكشوكة. أنا محمد، والله ليلة أنس تنتساش. كنت تتوقع من كل هالطلوع اللي طلعناه تصل على هيك إشي؟ فرجتكم إياه أنا. بحيرة، يعني أنتم متخيلين وين هاي البحيرة؟ بتعرفين شو في تحت؟ قديش طلعنا لفوق؟ شو الارتفاع؟ 2750. بس بالليل الصقعة كانت تقص قص، يعني درجة الحرارة كانت ترجع فريز، يعني بطت اجري مسكت 50 مرة في الساعة هيك تعمل. أصابع اجري، أصابع ايدينا، بس أنا ما نمتش الصراحة، يعني تقلبت كثير ما نمتش كثير. أيوة أنا كل شوية أنادي عليه، محمد فيش حيوانات برية هون؟ محمد عشان فيش حدا، يعني نمنا الليل اللي قبل نمناها كان في ملان ناس، وهذا محل كامبينج بس فيش ولا نملة، فيش إشي. كل شوي سهو نايم مش منبي علي، أفتح أطل. قلت لكم في حمام بلاستيك، هاي محلات هيك الغراض الكامبينج. الجيب يمكن دفعنا حقه. المهم احنا وصلنا وين؟ Next destination ريزا اللي مشهورة بمزارع الشاي. طلع الجمال. هي المنطقة المشهورة اللي الكل بيجي يتصور عليها هون، وبيعملوا هيك قبل ما يدوا ايدهن. الخير، احنا بمحل حماه، فش مش قادره اوصف الجمال، المرتفعات والجبال الله يحميه. الطريق كتير خطري عن جد، بمزحش معكم. مغامره فظيعه، فش شايفين الشارع، فش جناب، احنا بعدنا مش واصلين القمه، بعدنا بنطلع لفوق.
وصلنا وتبرق. هاي المنطقة هون بتكون كلها غيوم عشان بس يتمرجحوا وهيك تطلع حلوة الصورة كارب زي ننو هون وهذا المحل اللي جينا نشوفه جسر أسمان اسمع شوف لأ ايش شفنا هون حمد زيح السيارة سكر الشارع حاول تعال احكي ايش يا صور الفيديو يلا ليه زرت شلو فكرته قرار جاي شجوع بحب الحياة احنا مع البوليس حاطين كمامات سلام عليكم جاي من رباط وماي فولور فلسطين تروح لفوال فلسطين شرفكم في هيك بوليسية عندنا احنا قولي